كانه السفير الامريكي جانا ولا الوزير الدفاع الامريكي جانا، ده كله ما عندنا معه شغل. اي زول خليه يرقص، السودان ده للجميع، دي الفدراليه الحقيقيه، خلي اي زول يجي عبر الراي. انت اكلت؟ لا ما اكلت، خش الشارع. لكن ما بتقود الشارع، انت بتخش تقعد مع الناس فقط، لكن انت بتقود الشارع. الشارع ده بيقوده الشرفاء، والشرفاء من لجان المقاومه هم ادرى على الكلام اللي بقوله ده. لكن انا شغال بذكر، فان الذكر تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع المؤمنين. انا داير اذكرك انت عشان ما تمشي تقلق، ما يقول لك لا لا تعالوا لينا عليكم الله تعالوا، انت فاهم؟ ما زي قصه اخواننا الحسي اهلنا، يقول لك اي حاجه بعدنا نحن هنكون مع الدعم السريع، والدعم السريع ده لو عبيته نحن كدارفور نتوحد وممكن ندقوكم. الخطاب ده برضه خطا. ليه؟ لانه ناس مساكين ما فاهمين حاجه كويس، لكن جو عبوهم تعبيه جديده وهم غضبانين وبقت شنو؟ يعني حله زي المحروقه كده، انت فاهم؟ ده مودينا لقدام، دايرين وحده حقيقيه، دايرين نتوحد، دايرين وحده صحيحه. جمهوريه السودان نكون كلنا في الشارع، ويجب على لجان المقاومه كلكم تكونوا في الشارع، لكن مطالب حقيقيه. اول حاجه تكون حمايه لثورتكم، وتكون حمايه لحكومتكم المدنيه دي، وحمدوك عليه رساله للدكتور عبد الله حمدوك وحكومته، دايرين شفافيه عاليه كل يوم في التلفزيون، نقصت حبه واحده تطلع تقول والله ما سلموني. انت ما مطلوب، قول بس انت ما مطالب منك، اطلع قول والله الناس ما سلمونا، الناس ديل والله نحن ما تخاف، الشارع معاك، والجيش لو داير يتحداك خليه بكره يقول هم عندهم دايرين، انت ما عندك ناس، خليه بكره يقول ما عندك ناس. السودان ده كله بيطلع بعيدك، قول الصح حتى لو ليله واحده، قول الصح حتى لو ليله واحده. والجيش مفروض ما يمسي ولا مصنع واحد، الجيش ذاته مرتباته المفروض تجي من وزاره الماليه، ليه انتوا كجيش ماليتكم برا؟ ليش؟ اللي بحاسبكم منو انتوا؟ انتوا ما عندكم، ما في دوله، ما عندها دوله دي عندها وزير ماليه، هل انه وزير ماليه للمدنيين بس؟ طيب انتوا الدوله دي ما قسمتوها دولتين، انتوا براكم بتاكلوا 80%، قاعدين تجيبوا شنو؟ سلاح كجيش كويس، ها جيش قاعدين تجيبوا شنو؟ حاسين شنو؟ قول جيش، ده ما اسم بس، يعني زي انتوا حاسين مجموعه بتاعت حراميه، انت فاهم القصه دي؟ انتوا ما حرستوا الوطن، الوطن بيموت، الاغتصاب شغال، القتل شغال، طياراتكم بتقتل، المرتزقه شغاله، وبتبيعوا في اراضي الوطن، وبتبيعوا في اللحوم، وبتعملوا في الشركات، وبتجيبوا في المرتزقه المصريه، وبتجيبوا في المرتزقه السعوديه، وفي المرتزقه الاماراتيه، بتبيعوا الاراضي الوطن، والشعب السوداني تعبان. قدمتوا شنو للشعب السوداني؟ اذا انحستوا انتوا، خليني من 2000، خليني من التسعينات والكلام ده، هسي لما قلت البشير ده سقط، كان سقط صح، ليه ما قدمتوا للشعب السوداني طبق من ذهب؟ ليه ما سلمتوا الجنان للعداله الدوليه؟ ما سلمتوهم ليه؟ لانه انتم كذابين، لانه ما سقطوا. انتم جيتوا غشيتوا الشعب السوداني، يجب على الشعب السوداني كله يعرف. كله يعرف انه انتم كذبتوا. واشتريتوا الثوره، وبعتوا الناس، وبعتوا جزء من الناس، والحقيقه حتبين. الشعب السوداني ده لو طلع السار ضدكم انتم، بكره برهان حيطلع يقولوا لا لا والله ده شالوا من الامارات كده، هتقطع طبولها. ليه؟ لانه تكون مخنوق للطيش هنا. والمخابرات الاماراتيه ما بتخلي حقها، ولانه هي القروش ما عقد الامارات. يا برهان القروش ما عقد الامارات، اي زول بيفتكر القروش دي عقد الامارات بيكون معلومته بسيطه، القروش ما عقد الامارات. امارات ذات دافعين ليها. انت فاهم القصه؟ القروش دي ما عقد الامارات، الامارات ذاته دافعين لها. ها رايك شنو انت؟ نحن ما دايرين، ما دايرين انك انت قدام. الناس اللي عدوك ديل نحن اديناك فترتك، الان انت طلعت كذاب، ها؟ الفتره بتاعتك دي كلها انت ماسك الدوله دي، وبدل كان عمر البشير كان ماسك نسبه 80%، انت جيت عملتها 82%. فرقك من البشير شنو؟ الفرق حقك من البشير انت شنو؟ خليني من الجنجوي، انا بتكلم معك انت اللي بتسمى كلهم بتلبس في البوري، الجنجوي ما بيقدر يلبس البوري، انت بتلبس البوري. بتلبس البوري. ليه؟ لانه انت عسكري. انت زول اتدربت في الكليه الحربيه والميليشيات دي انت الصناطه. انا لا بلوم جنجويد الليله في اللحظه دي، ما بلوم الجنجويد، خليه يقتلوا زي ما دارين يقتلوا، ما في مشكله. ليه؟ لانه انت جبت السبب بتاع القتل ده، انت لانه ما شادي قاشك، قاشك مرخي، ما عندك عدم الضبط والربط. كلكم واحد دافر كرشه زي كيس العتي يكون قال ضابط في الجيش، ضابط في الجيش بالله كرشه قدر ده ضابط شنو انت؟ انت ما قاعد تجير تربيه ولا شنو؟ ها؟ اربط قاشك، خليني من قصه
تجيبوا للناس توجيه المعنوي ومظلات ومظلات، ده كلام فاضي ساكت. الصورة دي لازم يحرسوها أبناء الصورة وأسر الشهداء. الدم الشهداء جانا لحد محلنا، لو دارين نجيب حق الشهداء جانا في محلنا، بعد الناس ما تنبطح. وكلام ده اللي جانا المقاومة، لو دارين تجيبوا حق أخوانكم اللي بيقول أرفع يدك فوق التفتيش بالزوق ناشي الشبلي وغيره وغيره، لو دارين تجيبوا حقهم البرهان انبطح، أجلدوا شيلوا منه شركات، أفسقوا عقد مع مصر. مش نحن ما دارين تدخل المصري، جانا في محلنا، جانا في محلنا الشغل. نرجع وين؟ والله نرجع مغفلين، نرجع من الكلام ده نبقى مغفلين. تاني حنبيع الصور، وهسه يومين دل انا شايف في ناس بتململ، والله البرهان ده يا جماعه كلامه برضه ما كويس، ديل شفت ناس الحبوط النايم. انت فاهم القصه دي؟ انت فاهمها؟ ابو سليمان قال قم يا عاطل، قال كويس انا عشان اوريك انت الاطل من اللي خلقك ذاته انت ما شفتها، انا بريحك، انت هسه شكلك ذاتك عاطل، لكن خليك تقعد عشان تتعلم من الادب كده، لازم تقعد في نصنا عشان تتعلم كويس. يجب على الناس دي لازم يتعذبوا. الليله شفت المحكمه، طبعا الله يبدسه خضر، انت فاهم القصه، من كل حته شيل زي ملاح اللقطه، تاكل امور كده لكن ما بتعرف عمله من شنو، تاكل تقطع اصبع كويس. الليله شفتوا المحكمه، لما انت عايل للناس الواقفين في المحكمه دي، لما انت عايل للناس الجو المواطنين الجو ماكين مع عمر البشير، لما انت عايل لهم كده انا وهم واحد في اللون، نفس الناس. انا عشان كده قلت لك عايل للطفيليه، عايل للطفيليه كويس، عايل عشان تتعلم، عايل عشان تتعلم، انت ما فاهم حاجه، عايل للطفيليه، الطفيليه الموجوده، الطفيليه، الطفيليه المن الافريقيه. انا قلت لك نحن ذاتنا عباده الجماعيه دي ما بدت، عشان كده لما نيجي يقول لك الجلابه قتلونا والجلابه سووا لنا، ده كلام خطا بالمناسبه. ليه؟ لانه انت ما عندك نظريه، انت ما عندك نظريه. عايل للناس، نادر كلهم من دارفور وكردفان وكده، المشوا 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 واقفين مع عمر البشير ديل، نفس اللي يلا ديل، نفس الناس ديل، هم ذاتهم ديل اللي بيقتلوا الشعب السوداني، ديل اللي بيقتلوك انت واللي بيقتلوني انا واللي بيخزروك انت واللي بيخزروني انا. يجب ان اي زول ينظف بيته، يجب علينا كلنا ننظف بيوتنا. نظافه البيوت بتجي من شنو؟ بتجي من الوحده الحقيقيه. لما تجي تعاين كده، تعاين المجارمه الناس اللي بيجوا بيجيفوا معهم، بالله العظيم ما انا ما بعرف ذاته، انا ما بعرف كيف زول يكون ساكن في مايو دي، ها في مايو مربع، مربع اثنين ولا مربع ستة، مايو دي هي كلها مايو بس، ولا الحاج يوسف في 216 متر وما مخطط، يمشي يجيف مع عمر البشير واهله تلقاهم في المسكره، ده تقول عليه شو؟ ها زي شغل ناس بقرده يبكي، ما عارف بتبكي لعرباتها بقردة، بتبكي من بالشنو يعني، انا داير اعرف ده كلهم شفته ما. عشان كده اي زول نبيها الكلب خوفا لشنو؟ خوفا لضنب، زي ناس بقردة ديل وكي كان بيبكوا مع عمر البشير، ما بيبكوا عشان الشعب السوداني، ولا عندهم عملوا سلام عشان يقدموا للسودان شيء، ولا يقدموا لشعب دارفور شيء، ولا لشعب كردفان شيء، لا لا لا، رتب رتب. تجاني السيسي قدم شنو لجمهوريه السودان؟ انا عشان اوريك لها واحده واحده. تجاني السيسي مش عمل السلام صح؟ تجاني السيسي لما عمل سلام وجا قعد في الخرطوم دي في الزمن ده صوب الحله، جاب من 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 ناس من السلام والبغاله، حته بتاع الصوب دي كلها النادر كان رحلهم، النادر كان رحلهم، لما نزول لجا عمل سلام النادر رحلهم، رحلهم تب، هما حيضرهم وقت الترحيل. تجاني سيسي ما حاضر، انا قاعد، انا عشان اوريك التاريخ كيف، عشان تعرف الدنيا دي اي زول امر سلام عنده ورق سيء. تجاني سيسي لما جاء عمل سلام ناس صوبه ديل بدل يوزعوا لهم في محلهم
شاروا نصهم ودوهم الجخيس ونصهم ودوهم دار السلام بتاع جبل أولياء. الأراضي دي تمسك من الحاويات التخليص لحد الحتة اللي ماتوا فيها الناس في سوبا محل قتلوا بتاعنا البوليس، تشيل المحلة لحد تجي سارية أو لحد تجي آخر المحطة البغالة، السلام البغالة آخر المحطة السوق بهناك. حتى دي كلها ما خلوا إلا زول تابع للمؤتمر الوطني، كل اللي زول أزرق زي كده إلا تابع للمؤتمر الوطني وكوس. خلوا الناس منه، خلوا الإدارات الأهلية، وخلوا منه الناس الماسكين الخدمات بتاعت المؤتمر الوطني، خلوهم كده بالله تجي تعين كده التخطيط زي الزول الراس عنده قب هنا هناك وهنا وهنا بيت وهناك بيت وهنا بيت، خلوهم كده الشغل لما استقل منه التخطيط ده عشان يجي يخططوا بيوت ويعدوا ما بعرف لك مدينة الجنجويد بهناك، الشغل اللي خططوا منه الدولة تجاني سيسي جل مسك الشغل ده ما زول تاني، وتجاني سيسي قام رسل والدخطه ديل الناس اللي مشوا عملوا السلام صفقة الغرب. وزي بقردة لما أول يوم ما جاء عمل السلام كان قاعد في الإمارات، نزل هناك، نزلوه في شقة، مشينا له بالليل ما يفردتي واحد كده، قال عنده عربات حكومة، قال لها عربات قال في الخلا دي اللي جبتهم من ليبيا دي بدون أوراق أي عندك حق أنك تبيعها، مصالح ناس لحسن ما شغل راجل. قلت لك انت قاعد ما في ملفات سريه، والله الناس اللي مش عملوا السلام دي اقسم بالله عندنا لهم ملفات سريه، الناس اللي وقعوا مع الحكومه دي كلهم شغل راجل، عشان كده واحد ما بيقدر يفرفر زي ده، ما يقدر بيمشي بس بيلف السلام. انت قاعد شنو بيلف السلام ليه؟ لانه معصوم بكرم، يا تمرق المؤتمر الوطني يا تجي يا نكشفك، عشان كده بتلقى زول في لايف وقال لنا كده بكره بس تجي تلقى زول من السكه حمدتي ذكران. وانت فاهم القصه دي؟ انت فاهم الكلام ده كويس؟ الحبوط الناعم، انا بقول الكلام ده لكم انتوا يا سوار، الحبوط الناعم ما بينفع، انا عارف السوار الاحرار المره دي ما هترجعوا لورا، ما بترجعوا لورا، عشان ما ترجعوا لورا لازم تتذكروا كويس اخوانكم الماتوا قدامكم، لازم تتذكروا كويس اغتصاب النساء في دارفور، لازم تتذكروا كويس بالاطفال في اليمن، لازم تتذكروا كويس باللحوم والماشيه السودانيه اللي بتلعب بها المخابرات المصريه بواسطه العصابه في داخل الجيش السوداني، عشان ما تنسوا لازم تتذكروا انه الدوله فيها مليارات ها من امتار المكعبه من المياه ودوله عطشانه بتشرب بالكهرباء، لازم تتذكر انك انت قاعد في دوله بتمتلك جمله من النحاس في العالم كله بنسبه 80% والدولار ب 210 جنيه. لازم تتذكر انك انت قاعد في دوله فيها مليارات من الماشيه وكيلو اللحمه بتاعتها ب 1000 جنيه. لازم تتذكر انت قاعد في دوله عندها يورانيوم بنسبه 80% في العالم ودوله فقيره كيلو السكر حقها ب 100 جنيه. لازم تذكر الكلام ده. انت قاعد في جمهوريه السودان في 5 مصانع بتاع السكر والسكان بتاعهم كله 30 مليون، 10 مليون مشردين و4 مليون نازحين. انت فاهم القصه دي؟ كلنا احنا 30 مليون، 10 مليون برا و4 مليون في المعسكرات. الباقي كم؟ 16 مليون، 16 مليون ما قارين ياكل. لازم تتذكر انت كزول صوري انك عندك ميليشيا والجيش حقك ده من ما بدت الدنيا من الاستعمار التركي المصري، الضباط اللي كانوا بيتجسسوا للجيش التركي المصري لما سقط الحكم التركي المصري وانسحبوا وخلوا السودان للسودانيين، كان سلموا الخليفه حقتهم، الناس اللي كان بياكلوا والبيشربوا مع الاتراك والمصريين. ديل هم اللي بدوا منهم الكليه الحربيه.
وجوش جابوا الاستعمار تاني، استعمار الانجليزي لما جاء استعان بنفس العملاء ديل وبأبنائهم هم ذاتهم، ولما قامت الثورة المهدية وقتلوا الانجليز وغردون لما قتلوا من طيبة